أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من واجبات الغسل المضمضة والاستنشاق، فهل يكون ذلك أثناء الغسل أو بعده؟ ما هو من واجباته فقط، من الوضوء، داخل في الوضوء، ما يصح الوضوء إلا بالمضمضة والاستنشاق، وكونه يبدأ بهما قبل الوجه أحسن. أما لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه فلا مانع، لأنه عضو واحد. نعم.